طيب خلونا ننتقل لحاجة تانية وهنقول فيها برضو صباح النصر، علشان في فرحة تانية. الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي توج بلقب بطولة منطقة القاهرة، ده بعد الفوز على فريق الجزيرة كان بسكور 76-55. دي كانت المباراة النهائية اللي أقيمت على صالة استاد القاهرة الدولي، وبصراحة قدم الفريق عرض قوي جدا وتفوق كمان في الفترة الأولى كان بنتيجة 16-15، وأنهى الفترة الثانية متقدما هنا بسكور 30-28. قبل ما يتفوق بقى لو هنروح بعد كده والفترة الثالثة بنتيجة 57-39، في فرق كبير زي ما حضراتكم شايفين أكيد في السكور، فده شيء محترم. وبعد كده وصل اللاعبين أداء مميز حقيقي لينجح بقى الفريق في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة هنا بنتكلم 76-55، وبيحصل فيها على اللقب الأول في الموسم الجديد. مبروك مبروك، حاجة جميلة وحاجة مشرفة، ده كان المتوقع حقيقي من رجال سلة الأهلي. مجهود على الأرض بالذات الفترة اللي فاتت في التدريب وغيره، كنا بنعرض لحضراتكم في 10 الصبح في الأهلي قد إيه برضو هذا الفريق بيشتغل أو يعني بيجتهد على الأرض، فيستحق هذه البطولة حقيقي. طبعا مع نهاية المباراة كانت في فرحة عارمة يعني من ضمن يعني بين كل أعضاء الفريق، طبعا فرحة بالتتويج، وطبعا تسلم الجهاز الفني وكل لاعبين رجال سلة النادي الأهلي كأس البطولة وكذلك ميداليات المركز الأول. طبعا الفرحه دي يعني جايه قبل المشاركه في البطوله العربيه للانديه اللي ان شاء الله هيستضيفها نادي الاتحاد السكندري خلال الايام القليله المقبله. مبروك لفريقنا وكل التوفيق ليهم في كل البطولات اللي جايه ان شاء الله.